فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر التكبير الله أكبر كبيرا، يقول: أليس هذا هو دعاء الاستفتاح وليس تكرارا لتكبيرة الإحرام؟ لا، تكرار لتكبيرة الإحرام أو الاستفتاح. الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، نعم، هذا تكبيرة الإحرام. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.